الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تهجي الاستعاذة مع بيان مخارج الحروف. ومعلوم أن كلمة الاستعاذة اختصار لقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن البسملة اختصار لقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكما أن البسملة اختصار لقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكما أن الحوقلة اختصار لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة كما هو معلوم. طيب، الآن مع تهجي الاستعاذة ومع بيان مخارج الحروف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة فتحة آ، عين ضمة عو، أعو، واو سكون مضى طبيعي عو، أعو، ذال ضمة ذو، أعوذ، 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 أعوذ. مخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، العين تخرج من الحلق. أعوذ، 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 أعوذ. باء كسرى بي اسم الجلالة، لا يتهجى تأدبا، لا يتهجى تأدبا، مع بيان تركيك اللام بسبب أنها جاءت بعد كسر. بالله، 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 أعوذ 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 بالله. ميم كسرة مي، نون فتحة ناء، ميناء، ميناء، أعوذ بالله من، أعوذ بالله من، أعوذ بالله من، أعوذ بالله من. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون شمسية مضغمة في الشين المشددة مع الفتح. الشا، 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 من 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 الشا. ياء سكون حرف لين، من الشي، طاء فتحة طاء مع التفخيم، وهي الآن في أعلى درجات التفخيم لأنه من حروف الاستعلاء المجموعة في جملة خص ضغط انقض. من الشيط، من الشيط، من الشيط. ألف سكون مد طبيعي، ألف سكون مد طبيعي، ألف سكون مد طبيعي، مع تفخيم المد بالألف لأنه جاء بعد حرف من حروف الاستعلاء. من الشيط، 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 من الشيط. نون كسراني، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان، 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 أعوذ بالله من الشيطان. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون شمسية مضغمة في الراء المشددة مع الفتح. الراء، الراء، من الشيطان الراء، من الشيطان الراء، من الشيطان الراء، مع تفخيم الراء. من الشيطان الراء. جيم كسرة جي، الرجي، الرجي. ياء سكون مد طبيعي وصلا. الرجيم، ميم كسرة مي، الرجيم، 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 الرجيم.
الرجيم، نقف عليها مد عارض للسكون، 2 و4 و6 حركات. الرجيم 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 الرجيم. أين حروف الاستعلاء في هذه الجملة؟ حروف الاستعلاء جمعت في قول خص ضغط كظ. نجد هنا حروف الاستعلاء حرف الطاء من حروف خص ضغط كظ، كذلك لا يوجد حرف آخر غير الطاء في الاستعاذ. حرف الطاء الوحيد هو الحرف المفخم المفخم، وينتبه لمخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أعوذ ذو 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 هكذا، وينتبه كذلك لمخرج الجيم وسط اللسان مع الالتصاق بالحنك الأعلى. والآن مع التكرار، وحرف الراء هنا مفخم لأنه جاء مفتوح، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. الآن مع تكرار الاستعاذة نكرر معا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة أو التعوذ أو التعويذة كلاهما واحد، وهو لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام والتحصن من الشيطان الرجيم، وهي مندوبة أي مستحبة وقيل واجبة عند التلاوة. يجهر بها في حالة القراءة جهرا أو في جماعة، أو القارئ إذا كان في وسط جماعة يقرؤون وكان هو المبتدئ، ويسر بها في الصلاة في غير ما ذكر من هذه الحالات. صيغ الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هكذا. لها صيغ كثيرة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الالتجاء إلى الله وطلب إبعاد وساوس الشيطان عن الإنسان، وحكمها مستحبة وقيل واجبة. هذا، والحمد لله رب العالمين.